أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة وبرنامج مصر كل يوم. النهاردة هيبقى معانا فقرة إخبارية مهمة جدا تتضمن العديد من الأحداث الهامة التي تصدرت المشهد خلال الساعات القليلة الماضية. هنناقش فيها أيضا مشاهدينا الكرام آخر المستجدات فيها. زي ما عودناكم دايما فقراتنا دايما بتكون متنوعة ومختلفة وشاملة أيضا كافة الملفات. أما بالنسبة لفقرتنا الحوارية النهاردة هيشرفني فيها الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق بجامعة حلوان ومدير مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية. هنتكلم معاه فيها عن المشروعات القومية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالإسكندرية. نؤكد أن هناك إرادة سياسية قوية على تحقيق إنجازات عظيمة لم تعرفها مصر من قبل. أهلا ومرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. خلونا مشاهدينا الكرام نروح لأول أخبارنا. النهاردة نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 582 لسنة 2022 بإضفاء صفة النفع العام على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقتي منيا الشيحة وأبو النمرس بالجيزة، وذلك بغرض تخصيصها لإنشاء مشروع منتزهات وممشى أهل مصر. تأتي مشاهدينا الكرام هذه الخطوة بالنظر إلى أهمية هذا المشروع الحضاري الذي يستهدف إيجاد منتزه عام يخدم قطاعا عريضا من سكان محافظة الجيزة والقاهرة الكبرى في إطار خطة الدولة لزيادة المساحات المفتوحة للتنزه لتكون متنفسا للمواطنين وفرصة للترويح عنهم وبخاصة الأطفال. مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أعلن تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر تريليميا للطاقة العالمية عام 2022. هذا يأتي ضمن اهتمامات المركز بتتبع مختلف المؤشرات الدولية والعالمية والتي تصدر بشكل دوري. تتضمن أيضا ترتيبا للدول في المجالات أو القطاعات المختلفة التي يتناولها كل مؤشر. المركز أكد أن مصر حصلت على المركز رقم 51 من بين 127 دولة مسجلة 20.8 نقطة مقارنة بالمركز رقم 54 من بين 128 دولة في عام 2021. للتعرف أكثر على تفاصيل هذا الخبر وأكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسن أبو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ راني مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا يا فندم. طبعا يعني فيما يتعلق ببيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والذي أعلن تقدم مصر 3 مراكز لكل أو في مؤتمر الطاقة العالمية عام 2022، يعني كيف رصدت هذا التطور خاصة في هذا التوقيت يا فندم؟ طبعا هو هناك تطور ملحوظ بالنسبه للطاقه، وكل المؤشرات التي تصدر عن المؤشرات والمؤسسات الدوليه بتشيد بما اتخذته الدوله المصريه من يعني من امور حققت طبعا يعني معدلات انجاز في فتره قياسيه رغم الازمات يعني العالميه وما يمر به العالم من ازمات العالميه، ونحن جزء منها يعني من هذه او جزء من العالم. يمكن كان هذا المؤشر وهو مؤشر الطاقه العالمي طبعا زي ما حضرتك تفضلت استاذ رانيا. تقدم مصر يعني 3 مراكز حصلت على المركز يعني 51 في عام 2022. العام الماضي 2021 كنا المركز يعني 54 من بين 128 دولة في عام 2021. طبعا ايه مؤشر الطاقة العالمي اللي هو بيقيسه ايه؟ هو بيقيس طبعا يعني امن الطاقة. هناك 3 ابعاد لهذا المؤشر وهو امن الطاقه والمساواه في الطاقه وعمليه الاستدامه البينيه. هل لديك امن للطاقه؟ نعم لدينا امن في الطاقه. هل هناك مساواه في الحصول على الطاقه؟ نعم هناك حصول او هناك مساواه في الحصول على الطاقه وهناك الاستدامه البينيه، وده طبعا ما قامت به الدوله المصريه خلال 8 سنوات من يعني بالنسبه للكهرباء بالنسبه لي يعني الطاقه والتنوع الموجود بالنسبه لي طاقه الرياح وطاقة الطاقة الجديدة والمتجددة. ويمكن جاءت الإمارات من بين أو دولة الإمارات تعتبر الأولى عربيا في هذا المؤشر، حصلت على المركز 26. وكانت
يعني النيجر والكونغو الديمقراطية وبنين في المراكز الدنيا أو المراكز الأخيرة. طبعا مثل هذه المؤشرات مهمة جدا لأنها تعتبر رسالة واضحة للعالم أن الدولة المصرية بتتقدم، الدولة المصرية بتقوم بإنجازات، الدولة المصرية بتشتغل على مدار الساعة في كافة النواحي وليست موضوع الطاقة. صحيح، الدولة المصرية تتجه إلى الاقتصاد الأخضر، تتجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا هو شأن الدولة المصرية في عهد الجمهورية الجديدة. ماذا عن الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا دور مصر في هذا المجال الذي أصبح حديث الساعة في هذا التوقيت؟ يعني الحمد لله حضرتك بتتوسع بالنسبة لي الطاقة الجديدة والمتجددة وطاقة الرياح وطاقة والهيدروجين الأخضر وما ذلك، ويمكن في عام 2035 سنصل إلى حوالي 40-45% من استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. وده كان يعني أوضحه طبعا يعني قمة التنفيذ أو قمة المناخ التي عقدت منذ أيام أو يعني منذ أسبوعين في شرم الشيخ. ده بيأكد وكذلك عدد كبير من الاتفاقيات التي تم توقيعها وما ذلك، ويعني ودعم الولايات المتحدة الأمريكية للقارة الأفريقية ب 150 مليون دولار وكذلك للدولة المصرية 500 مليون دولار. ده بيأكد أن الدولة المصرية لديها مشاريع، وأنت حضرتك كدولة مصرية تقدمت بعدد كبير من المشروعات التي حازت إعجاب طبعا قمة المناخ وحازت على إعجاب يعني هذا الحضور الكم اللي هو أكثر من 60,000 مشارك. طيب حاليا يعني جاءنا هذا الخبر يا فندم، هناك اجتماع بين رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لبحث ملف مهم جدا وهو ملف استيراد الأعلاف. طبعا هو ملف يعتبر في غاية الأهمية خاصة في هذا التوقيت، والدولة المصرية تهتم بالثروة الداجنة وتهتم بكل ما يحقق الأمن الغذائي. تعالي حضرتك على هذا التطور وإلى أي مدى يمكن أن يسهم أيضا في توفير الأعلاف؟ يعني بالفعل الدولة المصرية مهتمة جدا بقضية الأعلاف، مهتمة جدا بصناعة الدواجن، لأن الدواجن دي تعتبر صناعة، ولذلك كان هناك اجتماع يعني تم منذ لحظات يعني بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، محافظ البنك المركزي، وزير التموين، وزير الزراعة، ويعني وأصحاب المصانع ورؤساء اتحادات شركات الموردة للفول الصويا والذرة والأعلاف. هذا الاجتماع أنا بعتبره رسالة بالفعل خلال الفترة المقبلة، ما هي آليات الدولة للتدخل في مثل هذا الأمر، لأن رئيس الوزراء قال يعني بالنص كده يعني هناك يعني ما نمر به عالميا لا يحتمل وجود زيادات مبالغ بها. صحيح. من الأثار طبعا في وخاصة في صناعة الدواجن، أي أن الدولة المصرية رصد أساسا هذا الأمر أن هناك زيادات مبالغ بها من خلال يعني كبار المصنعين أو كبار التجار وما ذلك، اللي هو بينعكس سلبيا على المواطن المصري نحن كمستهلكين، وخاصة أن وقال رئيس الوزراء دي تعتبر رسالة واضحة ومهمة جدا ليس لصناعة الدواجن ولكن لكل الصناعات التي تجري على أرض الدولة المصرية، أن الدولة لن تقبل باستمرار هذه الأوضاع بهذه الزيادات المبالغ فيها في ظل هذه الظروف. طبعا ولكن إذا استمرت هذه الأمور يبقى الدولة المصرية، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات فالدولة تتدخل بآليات كثيرة، والدولة المصرية لن تسمح بعدم استقرار صناعة الدواجن، لأن حضرتك يعني هذه الصناعة طبعا مهمة، وكذلك أن الدولة المصرية بتحرص بتقديم المزيد طبعا من التيسيرات وسرعة التوافق، ولكن هذه يعني هذه الجزئية دي مهمة جدا وهو سرعة التوافق في أسعار مناسبة وعادلة بالنسبة للذرة والفول الصويا والأعلاف. طيب يا فندم، هو وزارة الزراعة يعني كانت تبحث بالأمس تحديدا، أو يعني كان مضمون الاجتماعات ومحور الحديث، وكان هناك بيان رسمي ب 84 ألف طن من الأعلاف، سواء الإفراج عن أعلاف الخاصة بالذرة والصويا بحوالي 51 مليون دولار. أيضا يعني دور الدولة في هذا المجال، وأيضا دور هذا الإجراء في حل المشكلات الخاصة بالأعلاف.
يعني عاوز اقول لحضرتك وزير الزراعه يعني في الاجتماع قال بدايه من 1 اكتوبر يعني او من 16 اكتوبر وحتى 1 ديسمبر تم الافراج عن 960 الف طن يعني من الفول الصويا والذره. وده بياكد كلام حضرتك استاذه رانيا، وان وتم تكليف طبعا وزير الزراعه بالتنسيق مع الجهات المعنيه للتوافق في اسعار عادله ومناسبه سواء للجمله او القطاعي لكل من الفول الصويا والذره. ده بيأكد يعني اهتمام وقيام طبعا الأجهزة الرقابية يعني بتطبيق الأسعار العادلة والمناسبة بعد التوافق عليها بين وزارة الزراعة وكل الموردين طبعا للذرة والفول الصويا. يمكن حتى هناك إحصائية بتقول إن إجمالي الإفراجات كان 960 ألف طن بحوالي 483 مليون دولار. الحقيقة هو رقم يعني كبير، دلالة ذلك يا فندم؟ يعني دلالة ذلك ان الدولة المصرية مهتمة جدا يعني بدليل يعني وجود محافظ البنك المركزي وعملية يعني توفير العملة الصعبة عشان عملية الافراج سواء في المواني والجمارك وما الى ذلك، ان الدولة المصرية بتتدخل بآليات كثيرة. وبالفعل عندما يعني منذ عدة اسابيع تم الافراج عن عدد كبير من هذه الاطنان من الفول الصويا والذرة، اي ان التجار ليس لديهم يعني عذر في هذا. هو حضرتك اساسا بتغلي ليه على المواطن؟ هو حضرتك اساسا الاعلاف موجوده ومن ذلك الدوله المصريه بتتدخل؟ هو حضرتك هتستغل الازمه؟ رئيس مجلس الوزراء قال ان هذه يعني هذه الاسعار مبالغ فيها والدوله المصريه لن تسمح باستغلال الازمه. يبقى دي يعني دي تعتبر رساله واضحه من الحكومه المصريه، رساله واضحه من الدوله المصريه ان الدوله المصريه ستتدخل باليات ومش هتسمح لاي حد ان هو يستغل الازمه سواء هذه الازمه في صناعه الدواجن او غيرها من الازمات. وهذا هو عهدنا دائما بالدوله المصريه والقياده الرشيده. شكرا جزيلا الاستاذ حسن ابو خزيم المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، اشكرك يا فندم جزيل الشكر. النهاردة أيضا مشاهدينا الكرام أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار ليبلغ 33.532 مليار دولار مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق. طبعا احنا البنك المركزي زي ما احنا شايفين بيعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه. هذا يعني الاعلان او هذا البيان ان دل على شيء فانما يدل طبعا على الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال هذه الفتره من اجل تنميه الاقتصاد، من اجل احتواء الازمات الاقتصاديه الموجوده التي اثرت علينا سواء الناتجه عن الازمه الاوكرانيه الروسيه او عن ربما فتره وباء كورونا. الأزمات الخاصة أيضا بالطاقة والتي يعني تلقي بظلالها دائما على العالم، خاصة بعد أن حجبت طبعا روسيا الطاقة عن القارة العجوز. بالتأكيد ده يمكن غير في معطيات المشهد بشكل عام خلال الفترة الحالية وربما سيغيره أيضا خلال الفترة القادمة. للتعليق على هذا الخبر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا فندم بحضرتك وسلام مشاهدين في كل مكان. اهلا بحضرتك. اعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبيه خلال شهر نوفمبر الماضي تحديدا بنحو 121 مليون دولار. ماذا تعني هذه الارقام والى اي مدى تعكس حلحله المشكلات الخاصه بالاقتصاد، خاصه ان العالم كله يمر بازمات اقتصاديه كبيره الحقيقه؟ هي بالفعل كان انا هاخد من كلام حضرتك الجمله الاخيره ان الازمات العالميه النهارده يعني الرقم اللي زياده الذات في الاحتياط النقدي هنقول ان هو رقم مش كبير 121 مليون، لكن احنا النهارده في ظل الازمه العالميه اللي بتزداد يوم بعد يوم تسببت بركود تضخمي، لا هي الحمد لله شيء محمود جدا ان احنا الى الان قادرين ان احنا نحافظ على مستوياتنا، قادرين ان احنا بننمي مواردنا الدولاريه اللي هي بالعمله الصعبه الحمد لله. يعني في ثقه في الاقتصاد المصري، يمكن هو ده الدافع اللي شفنا الفتره اللي فاتت ديت او الشهر الماضي تحديدا زياده التحولات لبعض الدول العربيه للاستثمار في المشروعات القائمه. اللي بنقول النهارده زياده التحولات المصريين ده طبعا نتيجه تحرير سعر الصرف اللي قام بيه البنك المركزي
كان ليه دور كبير في زياده تحولات المصريين للخارج. عاوزين برضو نقول جهود الدوله في الخروج بوثيقه ملكيه الدوله اللي بنقول الهدف منها زياده نسبه مشاركه القطاع الخاص سواء في الداخل او الخارج، والجذب على يعني بنقول الدفع لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشره في المشروعات القائمه داخل مصر. اعتقد برضو ان ده من ضمن هذه الامور. طب وضع الاستثمارات الاجنبيه، يعني بس هنتوقف عند الاستثمارات الاجنبيه، والدوله المصريه بتقوم بجهود حثيثه من اجل تيسير الاجراءات. احنا شفنا طبعا الرخصه الذهبيه، شفنا ايضا التيسير على رجال الاعمال الاجانب. نتحدث عن هذا الشق تحديدا، لانه بصراحه يعني ربما يعني في نقله نوعيه متميزه خلال هذه الفتره. هو الاستثمار الاجنبي المباشر ده شيء مهم جدا على فكره، ويعني في الاطار الجهود الدوله او رؤيه الدوله للانتقال بالاقتصاد المصري من يبقى في تخصصيه اكثر، ان هو يكون اقتصاد انتاجي، يعني بنقول تحويله من الاقتصاد الحقيقي اللي هو قائم على الانتاج. لابد من دعم الايام جهود جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. فعشان كده شفنا في خلال الفتره الماضيه الدوله بتبذل كافه الجهود لتسجيل كافه العقبات اللي كانت بتقابل الاستثمار الاجنبي المباشر. ويمكن احنا دايما بنقول عشان نفرق بس بين المباشر وغير المباشر، الغير مباشر اللي بيستثمر فلوسه في زون خزانه او يعني بيستفاد بسعر الفائده فقط، لكن النهارده انا بتكلم على اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر اللي بيستهدف منه استخدام تكنولوجيا اجنبيه وتوطينها للداخل، استخدام رؤوس اموال اجنبيه بالاضافه الى التكنولوجيا. فهو دوت النهارده بجيب المستثمر بفلوسه ويعمل مشروع يبقى قائم عندي على ارض مصريه ويشغل عماله مصريه ويوطن تكنولوجيا جديدة نستفاد منها احنا كمصر كصناعة جديدة، والقوى البشرية عندي توفر لها فرصة عمل. هو ده اللي احنا بنستهدف منه. فالنهاردة الدولة بذلت جهود كبيرة جدا. يمكن اخرها طبعا الرخصة الذهبية زي ما حضرتك تفضلتي، اللي تمت تقريبا او خلصت ما يقرب من 45 توقيع و صحيح يعني موافقة جهة، جهة واحدة فقط هي دولة رئيس الوزراء. طبعا بيزيل عبء كبير جدا كان بيقابل المستثمر، وطبعا بالاضافه طبعا الى منح الاراضي المرفقه. يمكن ده احنا طيب جميل جدا. طيب الموضوع صعب، كان صعب وما كانش موجود قبل كده. رائع. ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لم ياتي من فراغ، وحضرتك يعني اشرت الى ذلك عبر حديثك. الرئيس ايضا يركز بشكل كبير جدا على دور القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين، يعني هم يعني قاطره التنميه خلال هذه الفتره. والدولة المصرية يمكن حتى الرئيس قال أكثر من مرة أن الدولة أو الحكومة هدفها فقط هو وضع الخطط أو تبني الخطط والاستراتيجيات، ولكن من ينفذ هذه الخطط على أرض الواقع هو القطاع الخاص. دور القطاع الخاص يا فندم في هذه الفترة في عهد الجمهورية الجديدة في إطار المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة. طبعا النهاردة دور القطاع الخاص في الوقت الحالي اللي احنا فيه هو دور مهم جدا. المشروعات القومية اللي وصلتنا النهاردة أن احنا مصر تكون دولة جاذبة للاستثمارات، مصر عندها فرص نجاح المشروعات القوميه او المشروعات الاستثماريه بصفه عامه، ده الجهود اللي تم بذلها في خلال الثمان سنين، وكان العبء الاكبر فيها على جهد الدوله والحكومه. ان كانت مشروعات تكلفتها عاليه جدا، دوره راس المال فيها طويله، العائد من خلالها او من في هذه المشروعات القوميه تقريبا شبه معدوم، فعشان كده تحملت الدوله هذه الاعباء. نتكلم على شبكات طرق، شبكات طاقه، شبكات صرف صحي، شبكات رياح وطاقه شمسيه. اللي مكنتنا النهارده ان احنا بنتكلم ان مصر هي واجهه جاذبه لجذب التكنولوجيا الجديده وجذب استثمارات اجنبيه جديده في مجالات الطاقه الجديده والمتجدده اللي احنا نتوقع لها في خلال الفتره القادمه. يمكن احد مخرجات قمه المناخ استثمارات جاوزت او ال 85 مليار دولار. فاعتقد النهارده الجهود اللي بذلت بنشوف ثمارها في الوقت الحالي، ان احنا عندنا البنيه التحتيه، عندنا مسببات النجاح، وعندنا البنيه التشريعيه اللي ازالت كافه. حضرتك اشرت الى نقطه مهمه يا فندم، وهي البنى التحتيه، ان عندنا بنيه تحتيه على مستواها عالي جدا. عندنا ايضا المدن الخضراء، المدن الذكيه، مدن الجيل الرابع، ولم يكن المستثمر الاجنبي لياتي ويستثمر في مصر بدون هذا التطور الكبير في مجال البنيه التحتيه بشكل عام. ايضا هناك حديث خلال هذه الفتره يتردد يتعلق بأسعار الدولار والتوقعات الخاصة بارتفاع ربما الدولار خلال المرحلة القادمة. كيف تستشرف القادم، حضرتك خبير في المجال الاقتصادي، فيما يتعلق بسعر الدولار؟
طبعا هو النهارده الدولار احنا السعر الصرف المرن اللي انتهجته الدوله يعني بتحدد طبقا للعرض والطلب. خلينا نقول النهارده في بشكل كبير الطلب على الدولار بقى في تحجيم عليه النهارده. استيراد السلع الطرفيه او الكماليات اللي كانت بيتم استيرادها في السابق بشكل كبير جدا وكانت بتمثل عبء على الميزان التجاري، لا النهارده ما بقاش في ضغط في هذا الاتجاه. عاوزين نقول يمكن الاهم من كده ان احنا اغلب المدخلات اللي بتستخدم في الصناعه تقريبا النهارده بقى في اتجاه ودعم من الدوله باستمرار وتكلفات بالست رئيس ان احنا يكون المنتج المصري بديل لهذه المنتجات. يعني احنا بقى لنا سنتين تقريبا في كنترول على واردات هذه السلع، الحمد لله قادرين ان احنا نحافظ على منتجاتنا وقادرين الحمد لله بنحقق معدلات نمو حتى ان كانت قلت عن ما سبق، لكن احنا ما زلنا في نطاق النمو الايجابي. نعم. الطلب على الدولار اعتقد ان الامور يعني في النطاق اللي بنقول يعني المنضبط اللي احنا بنقول عليه، فكره ان اللي احنا بنسمعه ان هو فكره تعويم جديد كل النهارده في اجراءات بتتخذها الدوله صحيح المعدلات التضخم اللي بتزداد يوم بعد يوم، لكن يعني فكره الزياده او الارتفاع الشديد اعتقد ان خلاص الموضوع ما بقاش منه طيب. يعني ما فيش خطوره منه ان شاء الله. جميل. المعدن الاصفر او الذهب ايضا تتراوح اسعار الذهب ما بين الهبوط وما بين الارتفاع من وقت الى اخر، ويمكن احنا امبارح شهدنا ارتفاع كبير في اسعار الذهب ثم انخفاض الى حد ما، كيف ترى ايضا تاثير سوق الذهب على الاقتصاد المصري؟ طبعا هو المشكله دايما في بتبقى في علاقه ما بين ارتفاع سعر الدولار وسعر الذهب او اللي هو المرور المنازل الامن في الاوقات دي، لكن المشكله النهارده في الازمه العالميه اللي بتمر بيها في طرف ثالث داخل في المعادله هو التضخم، وهو يمكن هو ده اللي بيعكس يعني دايما بيبقى في علاقه عكسيه ما بين الدولار وارتفاع سعر الذهب، لكن في الواقع الحالي النهارده نتيجه سعر التضخم اللي هو بقى عامل كبير جدا في المعادله النهارده بنشوف ارتفاع وارتفاع كبير جدا في اسعار الذهب نتيجه ارتفاع او التواصل الازمه الروسيه الاوكرانيه. صحيح. وبنشوف النهارده برضو الازمه يعني تداعيات الازمه النهارده في مشكله في اسعار النفط او وضع سقف النفط الروسي، دي كل هذه الامور طبعا بتاتي بظلالها على امور اقتصاديه بتتحول على ناحيه الذهب ان هي بنشوف النهارده ارتفاعات غير مسبوقه وغير مبرره. يعني احنا النهارده هذه الارتفاعات ارتفاعات شديده جدا، يعني اللي بتكلم على ارقام عاليه أو لم يشهد سوق الذهب مثل هذا الارتفاع من فترة طويلة الحقيقة يا فندم. بالفعل هي طبعا هي المعدلات التضخم اللي احنا بنشوفها ما حصلتش قبل كده للعقود من الزمن، فالنهارده كل الأمور خارج السيطرة، وبنقول النهارده حالة الضبابية وعدم اليقين هي المسيطرة على الوضع. يعني احنا ما حدش يقدر يقول النهارده سعر الذهب هيرتفع قد إيه أو هينخفض قد إيه، زي ما بنشوف برضه بالنسبة لسعر الدولار، وطبعا يمكن سعر الدولار طبعا الناتج عملية رفع سعر الفايدة اللي قام بها الفدرالي بنقول بدافع السيطره على معدل التضخم، لكن بالفعل هي ما سيطرتش على معدل التضخم، هي عملت على جذب الاموال الساخنه اللي كانت بتستثمر في الاسواق الناشئه الى الاسواق الامريكيه فقط، فاللي شفناه هو ارتفاع في قيمه الدولار وما زال معدل التضخم في الولايات المتحده الامريكيه مرتفع جدا، فهي الفكره النهارده اللي سعر الفايده بقى عامل رفع قيمه الدولار، وطبعا اللي بيدفع فاتوره يعني فاتوره هذا الارتفاع صحيح. كل الدول الناشئه اللي انتقلت الاموال الساخنه منها الى الاسواق الامريكيه. ونتمنى ان شاء الله ان يكون هناك يعني في الفتره القادمه تقدم كبير في مجال الاقتصاد المصري، واحنا شايفين الحقيقه نقلات كبيره غير مسبوقه ومتواتره يعني يوما بعد يوم خلال الفتره السابقه والفتره القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي على هذا الطرح. أيضا اليوم مشاهدينا الكرام وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وافق نهائيا على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يستهدف مشروع القانون الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه، مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية. معنا للتعليق على هذا الخبر النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم، مساء الخير.
مساء النور يا فندم. احنا شايفين تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خطوة جديدة من قبل الدولة المصرية، وافق عليها مجلس النواب. كيف ترى تأثير هذه الخطوة على السوق المصري وعلى منع الاحتكار بشكل عام؟ هو يعني طبعا بعد مساء الخير وتحياتي لمشاهدينك. القانون 3 لسنة 2005 صدر بعد مرحلة مسافة طويلة من التحول في النظام الاقتصادي المصري من نظام الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر. والاقتصاد الحر يقوم أساسا على المنافسة ومنع الاحتكار. فصدر القانون 3 لسنة 2005، لكن خلال الممارسة تقريبا يعني ما يقارب 17 سنه او 15 سنه من 2005 لحديت 2022 او اكثر 21، طبعا خلال هذه المرحله ظهرت عده مشاكل في سوق المنافسه، ودي يعني استكمال شروط الاقتصاد الحر وهو استكمال قواعد المنافسه الحره دون اي قيود. وبناء عليه التعديلات التي قدمت في مشروع القانون للتعديل على قانون 3 هي الهدف منها يعني عدة استهدافات، منها مثلا الاستهداف في ان احنا مواجهة عمليات التركز الاقتصادي في لدى بعض الاشكال القانونية في سوق السوق المصري، عمليات التركز الاقتصادي دي، وبعدين في رقابة مسبقة عليها عشان أقدر أتواجه هذا التركز الاقتصادي الذي يمكن أن يؤثر على السوق. طب لأي مدى يمكن للتصرفات أو العمليات الاحتكارية التي يقوم بها البعض يمكن أن تؤثر على حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية في مصر؟ ما هي بتحول، ما هو التركز ده أو وجود احتكارات وسيطرة بيمنع من دخول منافسين جدد. صحيح. لانه ما بيجدش الفرصه. يعني انا السوق عندي في دوره، في دوره لازم يبقى في تدفق مالي جديد لسوق الاستثمار. نعم. لان التدفق ده هو ده المعيار الحقيقي، انا دخل عندي كم من رؤوس الاموال في الاستثمار، كم حجم الاستثمارات التي دخلت وتقاس بفتره زمنيه سواء سنويه او نصف سنه او بالمعايير التي تتعرف عليها اجهزه الدوله. نعم. ففي الحاله دي انا لما يبقى في اي مستثمر جديد او اي راس من استثمارات جديده سواء كانت مصريه محليه او اجنبيه بتدرس السوق اللي هتخش فيه، فاذا وجدت ان الفرص تواجدها في هذا السوق تتضاءل فهي ما عندهاش استعداد، طب ايه اللي يجبرها؟ فهي عندها حريه الاختيار ان تختار لانها تعقد المقارنه. نعم. تدرس سوقك المحلي وبتقارن بين فرصك وفرص اسواق اخرى سواء في المنطقه او على المستوى العالمي، ده راس مال متحرك على مستوى العالم. ده فبناء عليه اذا وجد فيه ان تركز واحتكارات والمساحه والهامش الذي يسمح للمسموح له التحرك فيه والدخول فيه ضئيل لا يتناسب مع طموحاته الماليه او الاستثماريه، بالتاكيد هيحجم عن الدخول. وبناء عليه وجود هذه التركزات او اي شكل من اشكال الاحتكارات التي تؤثر على التدفق المالي او المنافسه داخل السوق ده تقلل من تدفق الاستثمارات الجديده سواء كانت محليه او اجنبيه. طيب بصفه حضرتك خبير في هذا المجال يا فندم، ما هي اهم العوائق الاخرى بجوار التصرفات الاحتكاريه التي يمكن ان تؤدي الى اعاقه السوق المصري يا فندم بشكل عام؟ لا، ما هو احنا عندنا عدة معوقات يمكن ان تجعل المنافسه غير متكامله. نعم. يعني فكره سيطره ووجود وتوسع في الاسواق المختلفه، حتى ان بالمناسبه مصر تعد الدوله الوحيده التي كان يخلو قانونها من نظام الرقابه المسبقه على هذه التركيزات. فلذلك ده كان موجود في التعديل، يستهدف ايجاد جعل هناك رقابه مسبقه على هذه التركيزات الاقتصادية أو الجغرافية التي تنشأ في السوق المصري. صحيح. كما أن عندك أنت وجود تركيزات اقتصادية تؤثر على الهيكل نفس السوق، لأن هيبقى حجمها بالمقارنة هيبقى ممكن زي ما بيقولوا عليها كده التركيز الأكبر يلتهم الأصغر، وبناء عليها ننتهي إلى شكل كامل من الاحتكار الذي يرفضه السوق الحرة. وترتب على إنشاء هذه الكيانات الاحتكارية بقى اللي هو ده يعني بتبقى فيها تعزيز السيطرة ويعني على السوق، وبناء عليه دي من المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الجديدة. بالإضافة إلى
حالة النمو في استثمارات واعدة. نعم. فأنا بحرمها من إمكانية النمو والتطور وتنافس. صحيح. وخلق منافسة معناها بيعود على الاقتصاد الوطني بفرص أفضل، ويعود على المستهلك سواء كانت تلقي خدمة أو سلعة أو منتج. إذن في النهاية المنافسة الكاملة تعود بالنفع على المستهلك في النهاية، والاقتصاد تحقق أكبر هامش أو عائد ربحي للاقتصاد، وتديله فرصة تنافسية جاذبة للاستثمارات في العالم. صحيح. أيضا أن المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية، ده بيضك يعني إيه، القانون يستهدف خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة. نعم. ليه؟ لأن أنا في المنافسة هسعى أن أنا أطور من نفسي طبعا وأستحدث، لأن أنا إذا لم أطور من نفسي ومن أدائي هتتجاوزني الحركة في السوق، لأن أنا جنب مني كيانات أخرى تنافسني. بالتأكيد المنافسة ليها دور كبير جدا في تحسين الجودة بشكل عام، وطبعا هذا ما تصبو إليه الدولة المصرية والحكومة المصرية خلال الفترة القادمة. شكرا جزيلا سيادة النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أشكرك يا فندم جزيل الشكر. النهاردة أيضا مشاهدينا الكرام، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية عدم إصدار أي تعليمات بشأن تطبيق إجراءات احترازية جديدة داخل الفصول الدراسية، مضيفة أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة في هذا الشأن. أشارت الوزارة أيضا في بيان لها إلى أنها سوف تعلن عن أي إجراءات جديدة خاصة بهذا الأمر في حينه، مشددة على ضرورة تطبيق التعليمات الواردة من دليل وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية. احنا كنا بنتكلم من شويه مشاهدينا الكرام عن الذهب او عن المعدن الاصفر. الحقيقه شهد سعر الذهب اليوم الثلاثاء تغيرا ملحوظا في الاسعار، لينخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الى 1700 جنيه بعدما سجل 1750 جنيها خلال تعاملات منتصف اليوم. كان سعر الذهب قد شهد تذبذبا في الأسعار نتيجة لتأثر بالأسعار في الأسواق الموازية. احنا كنا لسه بنتكلم مشاهدينا الكرام عن سعر الذهب، وان الحقيقه الذهب تحديدا له علاقه وطيده جدا بالتضخم، واحنا كمصريين الحقيقه يعني الذهب بالنسبه لنا بيعتبر شيء مهم وشيء الحقيقه بنهتم جدا باقتنائه، سواء بهدف يعني في الافراح وفي المناسبات او بهدف ايضا الاستثمار. ولكن الفترة القادمة الحقيقة ربما ستتغير الكثير من السلوكيات بناء على المعطيات التي تفرضها علينا أو يفرضها علينا المشهد الاقتصادي الحالي. احنا دلوقتي يمكن في أزمات اقتصادية، في ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب، وده طبعا بيؤدي إلى حد كبير عن إحجام بعض المصريين عن شراء الذهب، ولكن في النهاية يبقى الذهب يعني ليه مرتاديه، ومهم جدا أن احنا نهتم دايما بأخبار المعدن الأصفر لأنه بيؤثر تأثير كبير جدا ومباشر على الوضع الاقتصادي. مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الخبر وعن أسعار الذهب ما بين ارتفاع وما بين هبوط، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. طيب حضرتك شايف يا فندم الذهب يعني بين ليلة وضحاها بيتغير، يعني أحيانا يرتفع أحيانا ينخفض، كيف ترصد يعني سعر الذهب اليوم وإلى أي مدى يرتبط بالتضخم؟ احنا كنا لسه من شوية كان يعني معانا أحد المحللين الاقتصاديين كان بيتحدث عن ارتباط التضخم بسعر الذهب، اتفضل يا فندم. فعلا الذهب طبعا أولا سلعة عالمية وبتتأثر باقتصاديات وبالأحوال الدولية عموما في كل دولة على حدة، وبتتأثر بالتضخم المالي الموجود لأنه بيلجأوا لشراء الذهب كملاذ آمن، وفي نفس الوقت بيبعدوا عن التضخم اللي موجود المالي الموجود في المادية.
نعم. فطبعا ده بيخلي السعر يرتفع لأن في إقبال جامد على شراء الذهب، وطبعا علي لدرجة كبيرة جدا جدا امبارح وأول، وصل ل 1820، والحمد لله النهاردة هدي شوية بقى 1730 بالنسبة لعيار 21. طب إلى أي مدى، يعني إلى أي شيء أو أي أسباب يا فندم تعزو أو ترجع ربما تذبذب هذه الأسعار؟ يعني بين يوم والتاني بنلاحظ فيه تغير يعني جذري في الأسعار أحيانا يا فندم. أيوة فندم، السعر لا يمكن هيبقى ثابت، لأن ده طول عمره زي ما قلت لحضرتك متذبذب سعره وغير ثابت، لأنه بيتأثر بالأحوال الدولية عموما، كل دولة على وفي تغيرات كتير للحقيقة في الأحوال الجوية الدولية حاليا يا فندم الدولية. صحيح. أيوة. فطبعا سعر الفايدة كمان في البنك الفيدرالي الدولي، الإقبال على شراء كميات كبيرة، هم بيشتروا بالأطنان بره، وهنا ابتدوا يشتروا برضو الخام الذهب اللي هو مش محمل لا بالضريبة ولا بالمصنعية، فده كمية المعروضة بتقل. طبعا نظرية العرض والطلب بيعلى السعر عموما، وبعد كده يعني احنا بنحاول نهدي الأسعار عشان الناس تقدر تشتري ويبقى في متناول الجميع، لكن مش بايدينا لان دي سلعه عالميه مش سلعه محليه. طيب حضرتك اشرت الان الى نقطه مهمه يا فندم، ان بعض المصريين او المقبلين على سوق الذهب بيشتروا تحديدا الذهب الخام، يعني صح. جدوى الذهب الخام يعني صح. يعني لماذا الذهب الخام تحديدا بغض النظر عن المصنعيه وما الى ذلك؟ ما هو اصلا بياخدوا الخام اصلا علشان مش محمل، لان هو بياخده كملاذ امن بيحفظ فيه فلوسه كنوع من الاستثمار. نوع من الاستثمار، فهو مش عايز يحمل السلعه بالضرائب وضريبه القيمه المضافه والدمغه والمصنعيه، هو عايز حاجه تكون يعني مش محمله بالاعباء دي كلها، علشان لما يعلى يقدر يبيعه ويجد فيه ربح دائم يعني. بس هو ده. طيب شكرا جزيلا المهندس لا. نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أشكرك يا فندم جزيل الشكر. الحقيقة مشاهدينا الكرام هننتقل الآن إلى الأرصاد الجوية، وإحنا شايفين أيضا زي ما كنا بنتكلم عن تذبذب أسعار الذهب أيضا تذبذب الأحوال الجوية من يوم إلى آخر. فهيئة الأرصاد الجوية تتوقع تحديدا أن يشهد غدا الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد. خلونا نعرف مشاهدينا الكرام تفاصيل أكثر عن حالة الطقس من خلال هذه المداخلة الهاتفية مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. طيب حتى تنضم إلينا الدكتورة منار، إحنا الهيئة الأرصاد الجوية بتقول إن بكرة إن شاء الله هيكون طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر. الفترة الأخيرة إحنا شاهدنا أيضا ربما أحيانا ارتفاع في درجات الحرارة أحيانا انخفاض في درجات الحرارة، الجو بشكل عام أو الطقس بشكل عام غير مستقر، وطبعا دي سمات فصل الخريف على وجه التحديد، ولكن الأجواء دي طبعا احنا مهم جدا بالنسبه للساده المشاهدين ان هم يتوخوا الحذر، لان فتره التارجح او فتره التذبذب ايضا ما بين البروده وما بين ارتفاع درجات الحراره في نفس اليوم وفي اوقات مختلفه في نفس اليوم قد تؤثر على يعني على الانسان او على المواطن بالشكل عام. مهم جدا الانتباه لمثل هذه الامور، مهم جدا برضو ان احنا ننتبه الى الشبوره في الصباح الباكر، دائما المتخصصون في مجال الارصاد الجوية بيحذروا دائما قائدي المركبات والسيارات خلال الصباح الباكر من توخي الحذر فيما يتعلق بالشبورة المائية على وجه التحديد، واللي بتكون كثيفة إلى حد كبير هذا الشهر تحديدا في هذه الأونة أو في هذه الأيام.
طيب هنروح دلوقتي لخبر آخر مشاهدينا الكرام عن وزارة الداخلية تحديدا ودورها اللي بتقوم به أيضا في مساندة الشعب المصري. الحقيقة بتقدم جهود عظيمة جدا على أرض الواقع وعلى مرأة ومسمع من الجميع، حيث تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وتمكنت أيضا من ضبط العديد من القضايا. الحقيقة إحنا هنروح دلوقتي نشوف تقرير مهم جدا عن دور وزارة الداخلية في هذا المنحة، ولكن بعد التقرير هنرجع إن شاء الله مع فقرتنا الحوارية هنتحدث فيها عن افتتاح محور التعمير الجديد، محور المشير أبو ذكري، وعدد من المشروعات القومية الجديدة في محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص وفي جميع المحافظات على وجه أو بوجه عام، لأن احنا شايفين طبعا أن الدولة بتقوم بمشروعات قومية كل يوم احنا بنلاحظ في مشروع جديد. هيكون مشرفنا في الاستوديو لمناقشة هذه النقطة تحديدا الدكتور محمد الصادق عوف، أستاذ الطرق بجامعة حلوان ومدير مركز الاستشارات الهندسية بهندسة المطرية. الآن إلى تقرير وزارة الداخلية ونرجع لكم مرة أخرى. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التموينية. في هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط أكثر من 162 طن دقيق بلدي مدعم. قام مالك ومسؤول عدد من المخابز البلدية وشركة ومخزن لتجارة السلع الغذائية بشمال سيناء والجيزة والبحيرة وسوهاج والقليوبية بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، واستولوا بذلك على الدعم المخصص لها وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني. كما تم ضبط 37 طن ونصف دقيق أبيض قام المسؤولون عن مخزنين سياحيين ومخزن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة والقاهرة بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة. واستمرارا للحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 107 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ والدقهلية والفيوم، ونجحت في ضبط 15 طن سكر حر قام مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك، وضبط أكثر من 17 طن أسمدة زراعية قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالغربية ومالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما نجحت في ضبط 20 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام اثنين من مالكي محلات لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية وسوهاج بحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 10 أطنان أسمنت قام المسؤول عن مستودع لتجارة مواد البناء بالمنوفية بتجميعها بهدف حجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 28 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بحوزة مالك معمل ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية والبحيرة. كما نجحت في ضبط أكثر من 23 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقاهرة والشرقية والجيزة والقليوبية. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 46 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مسؤول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة التمور بالجيزة، وضبط 18 طن مواد خام لإنتاج المكملات الغذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات أثر ضار على الصحة العامة بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة المواد الخام المستخدمة في صناعة المكملات الغذائية.